مرحبا من جديد ومرحبا بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الأمسية وفي الفقرة الأولى من مساء جديد. كل عام وكل أبطالنا في القوات المسلحة بألف خير. 14 أغسطس هو عيد الجيش. كل عام وكل عيد وقواتنا المسلحة أكثر قوة ورفعة. القوات المسلحة هي حامية الوطن، حامية الأرض والعرض. هذه المرة الاحتفال يوم 14 أغسطس بولاية نهر النيل الفرقة الثالثة مشاة. سنتحدث عن هذه المناسبة الوطنية الكبيرة وأيضا نتحدث عن سلاح مهم هو السلاح الطبي اللي بيقدم مجموعة من الخدمات الطبية للمدنيين أو للعسكريين والمدنيين. هذا السلاح الذي تطور تطورا كبيرا. نتحدث عن هذا الموضوع وأكثر من خلال ضيفنا الكريم الموجود معنا داخل الاستوديو سعادة الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن العطا قائد السلاح الطبي. مساء الخير سعادتك. أهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. أهلا بك سيادة الفريق وأكيد تهانينا للقوات المسلحة وتهانينا للجيش وأكيد جميع الناس مقدرين الدور الكبير اللي بيلعبوا بالجيش. البلاد تحتفي بالجيش والسلاح الطبي عنده مساحة كبيرة من الإنجازات اللي بتروي عظمة السلاح الطبي. نعم، في البداية أنا أشكر هذه الاستضافة من قناة النيل الأزرق. مرحبا. وكذلك أحيي المشاهد الكريم وأحيي وأنقل التهاني لأفراد للشعب السوداني أولا اللي هو من رحمه جاءت القوات المسلحة، وأنقل التهاني إلى القوات المسلحة قائد عام وقيادة وضباط وضباط صف، خاصة أولئك المنتشرين في الوهاد والبقاع يلتحفون الأرض ويتدثرون بالثماء، ليس لهم هم إلا استتباب الأمن وحفظ ربوع السودان. تحياتي وتهانية تنداح لإخوتنا في القوات النظامية الأخرى وهو الشرطة وهو الأمن. تهنئة خاصة لأفراد القوات، أفراد الإدارة العامة للخدمات الطبية أو كما يحلو لنا دائما السلاح الطبي، الذين تركتهم الآن ونغادرت مباني السلاح الطبي يشتغلون بهمة ونشاط لتطبيب الداء وراء صحة المواطن. يا سلام. لهم التحية سعادتك. نبتدي هذا الحوار بهذه المناسبة عيد الجيش رقم 68، أهمية هذا الاحتفال وأيضا دلالاته للقوات المسلحة وللشعب السوداني. نعم، هذا العيد عيد القوات المسلحة ذو دلالات كثيرة جدا. أول حاجة هذا العيد يتزامن مع تسلم القيادة السودانية لقيادة القوات المسلحة من القيادة الإنجليزية. يعني هو عيد وطني أحد يجب الاحتفال به بواسطة كل فئات المجتمع السوداني. وعندما تسلمت القوات المسلحة القيادة قيادة سودانية خالصة بدأ تطوير القوات المسلحة وانتشار القوات المسلحة في كل ربوع الوطن بتشكيلاتها المختلفة. هذه التشكيلات المختلفة كان لابد أن تكون هناك وحدات خدمية مساندة لها، والسلاح الطبي واحد من هذه الخدمات الطبية التي تسند القوات المسلحة. وكذلك انشأت وحدات كثيرة جدا جدا وأصبحت من ضمنها المؤسسة الوطنية التعاونية التي تخدم كافة المواطنين وأفراد القوات المسلحة. يا سلام. إذن هذا العيد هو عيد المواطن، أيضا جميع المواطنين يجب أن يحتفوا بهذا العيد، وقد تحدثت لنا سبب المناسبة وأيضا التاريخ. هذا العام الاحتفال يأتي بطريقة مختلفة جدا. نعم. يريد نتحدث عن شعار هذا العام. شعار هذا العام وطن في حمانا وشعبنا قادم المسير. بالتأكيد القوات المسلحة مع رفقاتها من التشكيلات الأخرى من القوات النظامية الأخرى هي التي تحفظ أمن البلاد، سواء كان أمن داخلي وخارجي. مسؤولية الأمن مسؤولية جسيمة جدا، والأمن يجب أن يتوفر ليقود الشعب عجلة التنمية في كل المجالات، انتشار التعليم تنمية، انتشار المؤسسات الخدمية تنمية، انتشار المشاريع الزراعية والصناعية والاقتصادية الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني تنمية. هذا هو الذي يقوم به الشعب السوداني
وتشارك القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة في مرافق كثيرة جدا لدعم الاقتصاد الوطني الذي يقوده الشعب السوداني وهو حادي المسير إن شاء الله. يوم 14 أغسطس الاحتفال بعيد الجيش من ولاية نهر النيل الفرقة الثالثة مشاة. نعم. دلالات ولاية نهر النيل شندي. هي درجة القوات المسلحة على إقامة أعياد الجيش أو أعياد القوات المسلحة في مناطق أخرى من مناطق كثيرة من السودان، من ضمن هذا جاء هذا العام لمنطقة الشندي اللي هي فيها فرقة عريقة جدا، هي من إحدى الفرق أو التشكيلات العسكرية اللي انشئت مع سودنة قوات دفاع السودان وأصبحت هي قيادة المنطقة الشمالية. هذه المنطقة تفرعت ودخلت أسلحة أخرى كسلاح المدفعية وأسلحة المساعدة الأخرى. شندي بثقلها التاريخي في خارطة التاريخ السوداني لها وقعها في تاريخ السودان ورفض استغلال السودان حتى وصل السودان إلى ما نراه الآن. أكيد كلام جميل سيادة الفريق. أيضا يعني نتحدث عن السلاح الطبي كمؤسسة كبيرة وله الكثير من الإنجازات وأيضا له تاريخ مثمر في السودان. نعم، السلاح الطبي تطور كثيرا مما كان عليه. أول ما أنشأ وحدة صغيرة داخل القيادة العامة وكان يتبع فنيا لوزارة الصحة وإدارية للقوات المسلحة، وتطور من سلاح طبي إلى إدارة خدمات طبية إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية. أكبر إنجاز حققه السلاح الطبي خلال هذا التاريخ الانتشار الواسع داخل السودان. نحن منتشرون في كل أنحاء السودان دعما لأفراد القوات المسلحة وتطبيبا للمواطنين عامة، كما عندنا انتشار داخل العاصمة، هناك مستشفيات طرفية، هناك مراكز تخصصية، هناك مستشفيات مركزية لتطبب أفراد القوات المسلحة. هذا الانتشار الجغرافي تزامن معه انتشار في مستوى الكوادر والتخصصات المختلفة والرفض هذه التخصصات والمستشفيات بالأجهزة والمعدات التي تساعد على التشخيص والتطبيب. سعادة الفريق عبد الله محمد الحسن العطا، نستأذنك نروح الكنترول أو نمشي الكنترول نشوف برضو جوانب فيما يخص السلاح الطبي ونرجع نتواصل في ذات الحديث. متحدث من جديد، وتحية كبيرة لكل العاملين بالسلاح الطبي. مرحبا بك سعادة الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن العطا قائد السلاح الطبي. من جديد تابعنا محطة وتابعنا مجهودات كبيرة، نعم. يعني بيقوموا بها كل العاملين
بالسلاح الطبي. وبما انه نحن نتحدث عن عيد الجيش خلينا برضو كمان للسلاح الطبي انجازات كبيره ومقدره. نعم. سواء كان للفرد العسكري او المدني نتحدث. نعم. عنها اكبر انجازات حققها السلاح الطبي خاصه في خلال العامين الماضيين هو ديمومه الخدمه الطبيه. لان العامين الماضيين كانا عامين استثنائيين. صحيح. في حصل تغيير سياسي في البلد، هذا التغيير السياسي حدث معه ضغط على النواحي الاقتصادية. صحيح. في ظروف صحية جائحة الكورونا كان هناك تحدي كبير جدا لديمومة الخدمات الطبية المقدمة أصلا، وكيف التعامل في ظل التعامل مع جائحة الكورونا. بمجهود كبير جدا نحن وطننا الفحوصات والكشف والعلاج والعزل داخل الخدمات الطبية، هذا ترك الكوادر الطبية في مأمن. عشان كده اندحت الخدمات الطبية خاصة خدمات الطوارئ لأنها لا تقبل التأخير. فتحنا مستشفى الطوارئ وطوارئ الأطفال وطوارئ النساء والولادة لعامة الشعب السوداني، وهذا للأمانة بدون تحيز كان بتوجيه مباشر من السيد القائد العام الفريق أول البرهان، لأنه لما جاءت الجائحة اجتمع بينا وقال أنا ما عايز، بكلمة واضحة جدا، ما عايز مواطن يجي السلاح الطبي يطرد، وما عايز أنثى حامل تجي للولادة داخل السلاح الطبي وترجع عشان الرحم بتاعي ينفجر في محطة العشرين. دي مسؤولية أنا حملتكم بها. كذلك توطين فحص الكورونا انداح لدعم الاقتصاد الوطني، لأنه نحن عملنا بجهد خارق جدا للكشف على العاملين في قطاع النفط وقطاع التعدين لنحمي العاملين من انتقال العدوى الى مناطق التعدين ومناطق انتاج البترول. كذلك نحن ساعدنا مساعدة فعالة جدا في اعادة العالقين وعودة المغتربين الى مناطق عمل. كذلك امتد عطانا حتى دعمنا المعمل المركزي القومي ببعض الكوادر، وفتحنا معمل جديد للأعمال الجزيئات في ولاية نهر النيل في عبر لاندوكاندا، منفذ هام جدا. وامتد عطاءنا، هذا العطاء صاحبه تطوير للخدمات. نحن نقرأ الخارطة الصحية، وحصل تطوير كبير جدا في مركز السودان للقلب، حسوا ارتفعت السعة السريرية من 40 سرير إلى 124 سرير. كذلك فتحنا عنايات مكثفة في أقسام الطوارئ ومرضى القلب وعناية القلب الأطفال وجراحة الكبار، كما رفضنا مركز القلب باثنين قسطرة قلب تعمل على مدار الساعة مجانا لعامة المواطنين. يا سلام. بدعم من المركز القومي لأمراض القلب ووزارة الصحة الاتحادية. كلام جميل، وأكيد هي جهودات كبيرة وضخمة، تحدث عن يعني عن دور كبير بيخدم المواطن في المقام الأول بطريقة مباشرة. خلينا نجيب على آخر نقطة تتحدثت عنها ونتكلم عن الشراكات الذكية ما بين السلاح الطبي وما بين المؤسسات الطبية المدنية. نعم، نحن أعضاء في مجلس شركاء الصحة الذي يضم الوزارة الولائية والوزارة الاتحادية وإخوتنا في المستشفيات الحكومية والقطاع العسكري، مستشفيات قوات الأمن ومستشفيات قوات الشرطة، كما أن لنا اتصال بإخوتنا في القطاع الخاص. نحن نتبادل معهم الآراء، نتبادل معهم التشخيص، نتبادل معهم الإحالة. هناك عدد كبير جدا من الأطباء العسكريين يعملون في مستشفيات خاصة. نحن لا 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 نحرم الخبرات بتاعت السلاح الطبي عشان تندح للمواطنين، كما أن مدنيون وتقنيون مدنيون يعملون داخل المؤسسة العسكرية. كل هذا الهدف أن تتضافر الجهود لصحة المواطن السوداني.
أهم ما في الأمر صحة المواطن السوداني. نعم. بمجهودات كبيرة ومقدرة من قبل كل القائمين على أمر السلاح الطبي، يعني الأطباء وأيضا الأفراد والكوادر الطبية والطواقم. نعم. المختلفة، وأيضا ده جانب إنساني. نعم. جميل. نحن حنتحدث بعد قليل فيما يخص التدريب والتأهيل اللي هو كان يعني قادنا لنجاح. نعم. وأداء الرسالة الإنسانية. نعم. بعد أن نستمع ونهديك لحن من الكنترول ونرجع نتواصل معه. مرضى سيادتك قاصد عيادتك من نظرة خاطفة وأقل عاطفة، آلامي تشفى وحرارتي تطفى. مرضى سيادتك قاصد عيادتك من نظرة خاطفة وأقل عاطفة، آلامي تشفى وحرارتي تطفى. لازم عيادتك أصبح أسيرك وصار مستجيرك وما له غيرك، بروح والفاه لروح تلفاه لروح والفاه لروح تلفاه بروح والفاه لروح تلفاه. سطعت شموسا أجمل رشاغة وعزب نوثا، وإذا سفرت في الروض خطرت، وإذا سفرت في الروض خطرت، وإذا سفرت في الروض خطرت، وإذا سفرت الأزاهر تعزف مزاهر والناس تظاهر في كل شرفة من كل غرفة. مرضى سيادتك قاصد عيادتك من نظرة خافة وأقل عطفة، آلامي تشفى وحرارتي تطفى. إياك حبيبي اللي خليتني راوي لفكري توحي أدبي وطموحي، لفكري توحي أدبي وطموحي، لفكري توحي أدبي وطموحي، لفكري توحي روحي أطلق صراحة واطمد جراحة واديها راحة. الله قل فيها وصفة مع ابتسامتك الدنيا تصفى. مرضى سيادتك قاصد عيادتك نظرة خاطفة
تحيانا للفنان الجميل حسن محجوب. ويا مصطفى قبل ايام شهدت مواقع التواصل الاجتماعي يعني محليا وحتى عربيا والحدث نقل اول زراعه عمليه كبد بمستشفى عليا، فعلا وجدت صدى كبير وخصوصا انه دي العمليه الاولى في السودان. سعاده الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن العطا، ده كان انجاز كبير من ضمن انجازات متعدده. كيف كان صدى هذا الإنجاز؟ نعم، ده إنجاز كبير، ومستشفى علياء هو الوجه الآخر من العمدة للخدمات الطبية العسكرية. طيب. إحنا عندنا خدمات طبية عسكرية حكومية ودي ممثلة السلاح الطبي، نحن فيها معنيين بتقديم الخدمة الأساسية والتخصصية لأفراد القوات المسلحة وأسرهم وكافة المواطنين. أما الوجه الثاني من العملة اللي هو مستشفى علياء، وده هو الجانب الاستثماري لمستشفيات القوات المسلحة. مستشفى علياء عندما أنشئ ليس لتقديم الخدمات العادية، لكن في البداية كان لازم يبدأ بتقديم الخدمات العادية حتى يغيب على رجليه. الآن مستشفى علياء دخل في منظومة توطين العلاج بالداخل. منظومة تنظيم العلاج بالداخل بدأت قبل فترة، اللي هي بدأت بزراعة الكلى، وده برنامج رائد ومستمر. كذلك تم إدخال الجهاز التشخيصي والعلاجي للأوعية الدموية الذي به الغرفة الداخلية للتدخل الجراحي في نفس المكان إذا وجد. كذلك بها غرف مزدوجة لنقل الأعضاء، وعنده غرف عزل معروفة جدا. برنامج زراعة الكلى الكبد تم الإعداد له من فترة طويلة جدا جدا، ورأى النور خلال الأسابيع الماضية بخبرة مشتركة، أطباء من خارج السودان مع أطباء من داخل السودان للوقوف على التجربة حتى تقف على أقدامها، ومن ثم بعد ذلك يتولى التيم السوداني كل العمليات الجراحية وعمليات التطبيب. عمليات نقل الأعضاء لم تقف في زراعة الكبد، بل سيستمر البرنامج لنقل الخلايا الجذعية ونخاع العظام. كل ده لأنه بكلف الدولة أموال طائلة جدا جدا لينتقل المريض ومعه مرافق لخارج السودان. وهذا يتطلب أنه المريض والمرافق معه يبقوا خارج السودان لفترة طويلة للمتابعة. لما تنتقل هذه التجارب لداخل السودان، المريض يكون وسط أهليه وزويه، يجد الدعم المعنوي. كذلك هذه تعيد الصغة للكوادر الطبية السودانية المقتدرة، ومن ثم يستمر التدريب داخل السودان. ليس عليا هي التي قامت بالزراعة هذه لوحدها، هناك زراعة أخرى للأمانة والتاريخ تمت في مستشفى ابن سينا. هو مستشفى حكومي رائد تم تأسيسه على العون الياباني، برضو بخبرة مشتركة من داخل السودان وخارج السودان. أنا أتمنى أن تتوحد الجهود للدفع بعجلة زراعة الأعضاء والنقل الطبي من خارج السودان إلى الداخل في برامج قومية يشارك فيها كل الناس والأطباء والكوادر بقدر عن انتمائهم الوظيفي لوحدات معينة، ويستفيد من هذه الخدمة كافة المواطن السوداني. صحيح. نتمنى ذلك. كلامك بقودني لسؤال. بما أنه أنت تكلمت عن هم كبير وأيضا يعني من الهموم الكبيرة تجاه توطين العلاج بالداخل، نسبة كما تعلم والجميع يعلم المنصرفات الغالية وأيضا العالية والكثيرة والكبيرة. بقودنا لمسألة مهمة برضو، دوركم في مسألة الدواء خصوصا برضو، يعني أنت تعلم أنه يعني الدواء أزماته متوالية وأيضا نقص كبير وحاد. دور السلاح الطبي. الدواء فعلا قد يحزم العملية الطبية في بعض النواحي، خاصة في السنين الأخيرة لتصاعد أسعار الأدوية عالميا و
اضمحلال العملة السودانية تجاه العملة الأجنبية. بالمناسبة الصلاح الطبي رائد جدا في تصنيع الدوائي. أول مصانع وفرا فارما انشأت في الصلاح الطبي من عام 1980، وهذا المصنع الآن ينتج 35 صنفا من الأدوية مسجلة ومعتمدة في وزارة الصحة، وبعض هذه الأدوية فاز بالعطاء في تنافس شريف مع بعض الأصناف العالمية. وهذا المصنع يرجى منه الكثير لإدخال خطوط جديدة لتصديق واعتماد أصناف جديدة من الأدوية. هناك كذلك مصنع الزهراء للمحلية الوريدية، وهو يتبع للقوات المسلحة ويقوم بتصنيع محلول ملح الطعام. هذه المصانع تعمل سويا في رفد السوق المحلي بإنتاجها وتجهيز احتياجات القوات المسلحة. أنا أتمنى أن تلتفت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمجلس القومي للأدوية والسموم والدولة ووزارة المالية الاقتصادية لتوطين صناعة الأدوية في الداخل. من العيب أن احنا نستورد محاليل وريدية من خارج السودان. صحيح، وأنت تحدثت يعني عن مقدرات كبيرة وضخمة، وإحنا يعني في خواتيم فقرتنا معك بالاحتفال بعيد الجيش ونتحدث عن السلاح الطبي، يعني رسالة أو كلمة أخيرة. نعم، رسالتي الأخيرة رسالة أوجهها للشعب السوداني الأبي، لأنه من رحم الشعب السوداني جاءت القوات المسلحة، ومن رحم القوات المسلحة برز السلاح الطبي كوحدة خدمية كبيرة. أنا أطلب من الشعب السوداني أن يثق في قواته المسلحة وأن يثق في مؤسساتها. ما يهمنا هو المؤسسة الصحية العلاجية، وأؤكد أنه أبواب السلاح الطبي مفتوحة للعامة، خاصة على مستوى الطوارئ العامة، طوارئ النساء والتوليد، وطوارئ الأطفال. كذلك هناك نسب للتطبيب في الأمراض المستعصية والعمليات المبرمجة بنسبة معينة، هذه النسبة مجازة ومؤكدة بقانون وجيز على مستوى قيادة القوات المسلحة. أسقوا في السلاح الطبي، أطرقوا أبواب السلاح الطبي وتجدون هناك، إذا قابلت لكم أي عثرة اتصلوا بنا. إن شاء الله دائما أنتم حاضرين. نختم بحاجة ممكن هي تكون مهمة برضو للمواطن السوداني، العديد من البرامج والفعاليات مصاحبة يوم 14 أغسطس. نعم. هذا في الشكل العام. نعم. ماذا في إطار البرامج الصحية والعيادات الصحية بالسلاح الطبي؟ نعم، مواعيد وأماكن تواجد. نحن ننفذ برنامج صحي على مستوى ولاية الخرطوم وعلى مستوى مدينة الشندي. هذا العام الفاضل كانت العيادات التخصصية للنساء لأمراض النساء والتوليد، هذا العام العيادات التخصصية للأطفال. اخترنا هذا الأطفال لأنهم هم شريحة ضعيفة، الخريف نزل، صح، الأمطار، توارد الحشرات، الذباب، الحميات، الالتهاب الرئوي، عشان كده خصصنا هذه العيادات للأطفال. هذه العيادات منتشرة في المناطق البعيدة، احنا ابتعدنا من المركز لننقل هذه العيادات للمواطنين في أماكنهم. أماكن العيادات مستشفى جبل أولى العسكري، مستشفى المدرعات، مستشفى الشرق العسكري، مستشفى العيلفون العسكري، مستشفى بحري العسكري، ومستشفى الكلية الحربية وادي سيدنا ليخدم منطقة شمال أم درمان. العيادات مفتوحة من الساعة 8 صباحا حتى نهاية العيادة، الفحوصات فيها مجانا، مقابلة الطبيب مجانا، وتصرف الأدوية بالمجان. هذه الأدوية تحصلنا عليها من مصانعنا للأدوية وبدعم من قيادة القوات المسلحة ومكتب القائد العام، كذلك شركانا في شركات الأدوية ومعينات المعامل تبرع صغيرا ليمر هذا اليوم
للمواطن السوداني. يا سلام، كلام جميل. إن شاء الله الجميع في انتظار هذا العيد الذي سيحتفل به. العيادات حتستمر أيام الأحد الاثنين الثلاثة إن شاء الله. جميع المواطنين على الموعد. إحنا شاكرين لك جدا سيادة الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن العطا قائد السلاح الطبي، كنت ضيف كريم علينا. شكرا جزيلا، شكرا. أنا سعيد بهذه الاستضافة. شكرا سعادتك، نورتنا مهاد. مجهودات كبيرة، ويوم 14 أغسطس مناسبة وطنية كبيرة. شعار هذا العام الوطن في حمانا وشعبنا حادي المسير. ومن خلال هذه الفقرة نحيي جميعا كل الكوادر الطبية والصحية التي تعمل من أجل المواطن السوداني، عسكري كان عم مدني في السلاح الطبي. صحيح، تحيانا لجيشنا الأبيض، وأكيد تحيانا لجيشنا العسكري وأيضا المدني وجيش جيش الوطن. يا مصطفى، عندنا فاصل، بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا. شكرا سعادتك.